قبل أن يودع هذا العالم لم يعد سر حبه غامضاً، بل كشف للجميع عشقه للوطن. أبو بكر سالم ترجم شموخ الجبال واستعار حكمة السلام والمحبة في أغانيه. سيغيب عنا صوته الذهبي، لكن الصدى سيبقى خالداً في ذاكرة الرمال. غادر نحو النهاية بعد أن استودعنا هذا الوطن الأخضر، وبعد أن أصر على الغناء له رحل أبو بكر سالم، لكن غناءه سيبقى عنواناً للحب والجمال دائماً. فيك غامض سر حبي من كشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشق تلاف؟ سر حبي فيك غامض سر حبي من كشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشق تلاف؟ ايش اوقعني في شباكك وانا عيني تشوف؟ لا تعذبني والا صرت وتركت المكلة لك، اذا ما فيك معروف انت تحفة صاغها الرحمن من احلى التحف. انت في الدنيا قضيه ما تحملها ملف، انت تحفه صاغها الرحمن من احلى التحف. انت في الدنيا قضيه ما تحملها ملف، انت اغلى اسمي في قلبي رباعي الحروف. لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلة لك، إذا ما فيك معروف. شكرا للفنان الجميل عادل حسين، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. رحب بضيوفي في استوديو جدة الأستاذ محمد الكاف رفيق درب الراحل أبو بكر سالم، أيضا الأستاذ رياض بشراحيل الباحث اليمني والناقد الفني الذي أرخ مراحل فنية مهمة من تاريخ الراحل أبو بكر سالم. شكرا لتواجدكم معنا، مساكم الله بالخير. أبدأ معك أستاذ رياض، مسيرة إبداعية لهذا الفنان الظاهرة، مسيرة ممتدة لعقود وعقود، الرجل اللي حضر في تاريخ الأغنية العربية حضورا بارزا كفنان وكملحن وشاعر مبدع. كيف تكلمنا عن هذه الجوانب الإبداعية في مسيرة الراحل أبو بكر سالم؟ عبقرية الغنى وابن الغناء وعملاق الطرب في جزيرة العرب، الفنان الراحل أبو بكر سالم بالفقيه عندما غنى من لحنه وكلمات الشعر الكبير الراحل يسلم بن علي إلى هنا وانتهينا واعتبر ذا وداع، أيقنا أن الفنان الكبير إنما يودع جمهوره ومحبيه وعشاقه في كل العالم العربي وفي كل مكان، وإنما كان بهذا النص الغنائي يلوح بتلويحة الوداع الأخير من هذه الفانية بقوة وعزيمة المؤمن بقضاء الله وقدره. ورحل فناننا الكبير الذي لم يكن شاعرا ولم يكن ملحنا ولم يكن مطربا فحسب، ولكنه كان كل ذلك معا في شخصية واحدة، كان مجمع للفنون بشكل والأدب والثقافة والجوانب التاريخية والتراثية كلها تجسدت، يعني مواهب متعددة في عدد كبير من المبدعين كلها اجتمعت في أبو بكر سالم بالفقيه عليه رحمة الله. لذلك كان هذا الفنان المبدع عبقريا بحق. نحن لا نطلق مثل هذه النعوت لفنان لمجرد أننا نحبه أو صحيح. نعشقه صحيح. ولكن هناك صفات معينة أثبت بهذه الصفات أنه رجل عبقرية فعلا. ورجل عملاق كبير.
كان عبقري حتى في 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 أدائه الفني، حتى في أغنيته عبقري، كان في نعم. له طريقة مختلفة وربما مدرسة مختلفة قدمها أبو بكر سالم، كيف تكلمنا عنها؟ نعم هذا صحيح. من أهم صفاته، من أهم الصفات العبقرية طبعا عند أبو بكر سالم غزارة الإبداع الفني وجودته. لا تجتمع الخاصيتين، غزارة الإبداع مع الجودة إلا مع الكبار، مع الرموز، مع الأعلام، مع العمالقة. لأنه لما الغزارة كثرة الإبداع الفني لا تتسق مع الجودة حتى عند الشعراء. الشاعر المكثر أحيانا تتخلى القصائد بعض الأضعف والركاكة، ولكن عند الرموز تجد القوة موجودة في يكاد يكون في أغلب. هذا جانب. الجانب الآخر عبقرية أبو بكر سالم في صوته والمقامات التي يغني منها والتي لا يستطيع أن يصل إليها إلا الندرة من المطربين ومن الفنانين. يعني هو من النادرين طبقات صوته اللي يؤدي هذا إعجاز فعلاً، إعجاز فني. هذا بشهادات عالمية مثل شهادة اليونسكو والجوائز التي حصل عليها هذا المبدع الكبير. رح نرجع للجوائز. نعم. وتكلمنا أكثر عن هذا التكريم اللي حصل عليه الراحل، لكن خليني أروح لأبو خالد. أستاذ محمد الكاف، أنت رافقت الرجل في مراحل عمرية متقدمة، كان لكم مسيرة سوياً، الجانب الإنساني لهذا الفنان الكبير كان هناك جانب إنساني واضح للجميع، كل من حوله، كل من يعرف هذا الرجل يعرف أنه هناك إنسانية عالية لدى هذا الفنان. أباك تكلمني عن هذا الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية ننعي هذا الهام والقامة أبو بكر سالم، شهيد كبير الفنانين وعشوق الملايين في العالم العربي. ماذا عساي أن أقول عن هذا الفنان العملاق والهامة والقامة؟ لعلنا نتوفق في قول ما ممكن قوله عن الفنان المذكور. هذا الفنان المبدع الذي ملك اللحن والكلمة والأداء. يعني الأغنية هي ثلاثة أضلاع، الكلمة واللحن والأداء. ما شاء الله تبارك الله، الله يتغمده بواسع الرحمة. ترك تريم موسيقى الرأس في بداية الخمسينات الميلادية ورحل إلى جدة والعمل في بعض الشركات الأهلية، ومن ثم بدأ. يعني كانت هنا بداية علاقتك معه، يعني في هذه الفترة تقريبا بداية علاقته معه لما عاود إلى حضرموت بعد ما سافر إلى جدة وقام بعد الأغاني الفردية في بيوت الأصدقاء، فطلبته إذاعة عدن، فعاد إلى عدن وأحيا الليالي الجميلة وشارك في الإذاعة. بعدها بأشهر نزل إلى حضرموت لزيارة أهله وجده الحبيب زين بالفقيه رجل العلم والدين، فكانت لقاءات فردية في بعض البيوت وحيا بعض الحفلات في حضرموت وفي الشحر وكلا، وأبدأ إبداع شيء لا يصدق يعني في البدايات. ثم انتقل إلى جدة، ثم انتقل إلى لا عدن، خلاص ترك جدة. إيه؟ ترك إلى بدأ عدن ومشواره الفني مع عمالقة الطرب محمد مرشد نايب، أحمد قاسم، محمد سعد عبد الله، وترعرع في هذا في العصر الذهبي المدينة عدن. من ثم انتقل إلى جدة ومنها إلى بيروت لعمل الأسطوانات الغنائية. جميل. وأبدأ إبداع طيب يعني في الموضوع هذا. يعني إنسانية هذا الرجل، هذه الشخصية الشابة، كيف تكلمنا الرجل هذا؟ إنسان ذو أخلاق، إنسان مبدع، إنسان له جانب آخر من غير الجانب الفني، جانب الرشفات والأناشيد الدينية، لأنه تربى وترعرع في بيت علم ودين. علم ودين. فبدايته كانت في حضرموت في الإنشاد والرشفات الخاصة بيده وعبد الحمام بالفقيه. طبعا الرجل تغنى بالوطن كثيرا، ويمكن عنده حقيقة أعمال خالدة، أعمال وطنية خالدة. فناننا الجميل عادل حسين أكيد بيسمعنا شيء منها، ونرجع نكمل حديثنا. يلي ناديتي بأعلى صوت ومسلمين يا بلادي، منهج القرآن يا إخوان والصرح المبين يا بلادي. يلي ناديتي
على صوت ومسلمين بلادي منهج القرآن يا إخوان والصرح المبين يا بلادي قد على شانك قد على شانك قد على شانك وربي لك يعين يا بلادي قد على شانك قد على شانك قد على شانك وربي لك معين دعوتك للدين قوة يا بلادي جمعت شمل الأخوة يا بلادي ودعوتك للدين قوة جمعت شمل الأخوة واصلي والله يحميك يحميك إله العالمين إله العالمين. شكرا عادل. هذه الأغنية، هذا الأداء، هذا اللحن، نعم. هذه الكلمات بحد ذاتها، هذه الأغنية ربما كانت فارقة يعني في 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 مسيرة الأغاني الوطنية اللي قدمت في تلك الفترة. أغنية مميزة بكل ما تعنيه الكلمة. كيف تكلمنا عن هذه الأغنية، عن هذه الأغنية وهذه المرحلة اللي قدمها أبو بكر سالم من الأغاني الوطنية اللي قدمها في السعودية، كيف تكلمنا عنها؟ نعم، هذه أنا لا أعتبرها أغنية، أعتبرها ملحمة غنائية، عمل وطني، هي كبير. عمل وطني، ملحمة غنائية وطنية كبيرة وعالية. من وجهة نظري أنها أحدثت نقلة في الغناء الخليجي بشكل عام. شوف المقطع، نعود بس يعني لمقطع بسيط. يا ملكنا فيها طبعا في النص، يا ملك الأرض، يا حامي ديار المسلمين، يا ملكنا. يعني هذا المقطع فيه الولاء الكامل، الولاء التام للدين وللأرض وللمليك، الولاء للتربة والمحبة الكبيرة. وشوف الصياغة اللحنية التي أبدعها الفنان الراحل عملاق الطرب أبو بكر سالم في هذا النص الغنائي، ووصل به إلى يعني في شهرته إلى كافة أصقاع الوطن العربي، ونال نصيبه من الخلود والبقاء في قلوب الناس. هذا عمل وإنجاز فني كبير جداً لا يجود بمثله إلا الكبار. جميل. وإلا العباقرة. عمل وطني جسد فيه يعني حتى من وجهة نظر، يعني أنا بتحدث طبعا من وجهة نظر تذوقية لأن لست بموسيقي، ولكن من وجهة تذوقي يعني يعني المقطع هذا يا ملكنا، شوف الارتفاع مستوى الأداء الغنائي، أيوه المقام جداً عالي، يا ملك فوق، يا ملك الأرض. أنا حتى ربما يعني الكثير سيعجز عن أداء هذه الأغنية بسبب المقامات العالية التي يحسن ويجيد ويتقن أداءها أبو بكر سالم. جميل. ما لم يستطيع إتقانه الكثير من المطربين حتى الكبار. إيش في أغاني عند أبو بكر سالم رحمة الله عليه تشاركت نفس النجاح اللي وصلت له يا بلادي واصلي، أيضا من ناحية الكلمات والألحان والأداء قدمها يعني بنفس الطريقة، بنفس الفكرة، بنفس الإبداع الفني؟ كثير كثير طبعا، يعني سواء كان من الجانب الوطني أو من الجانب العاطفي، الأغنيات العاطفية، وهذا ذات طبعا وجه إنساني. فكثير من الأغنيات، هو طبعا أبو بكر سالم يكاد يكون غنى للخليج كله مثل ما غنى لحضرموت وغنى لليمن، أمي اليمن لوطنه، وعندما طبعا وصل إلى المملكة ونال تكريم المملكة بالجنسية السعودية، فصار الولاء مثل ما هو لحضرموت ولليمن أيضا الولاء للمملكة. وصار روح أبو بكر سالم وفن أبو بكر سالم وجسد أبو بكر سالم واحدا مع الوطن، اتحد وامتزج وذاب في وطنيته. جميل. فالولاء مثل ما كان للوطن الأول للوطن، وبالتالي غنى للكويت، عيدي يا كويت، مطرحك يا زايد للإمارات، بقلبي زاد، غنى للبحرين، البحرين وسط العين. جميل. ومثل ما غنى للمملكة بلده، غنى لليمن وغنى لحضرموت الكثير.
طبعا في هذا الجانب. ابو خالد كانك تبغى تعلق على الموضوع، انا ودي اسالك يعني في زوايا ربما لا يعرفها البعض عن هذه الشخصيه. تفضل. لنشيده يا بلادي يا بلادي، هذا كانت في جلسه شخصيه بينه وبين الدكتور محمد عبد اليماني، فطلب منه عمل برنامج، عمل غنائي نشيد للوطن، فطلب منه هذا الطلب. فابو بكر عمل هذا الشيء خلال اقل من اسبوع، سافر الى القاهره الطائرة وكتب كلماتها في الطائرة، يا سلام، ولحنها في القاهرة وسجلها، وعاد قبل أسبوع إلى جدة محملا بهذا الهدية الجميلة للوطن الغالي. الزوايا الإنسانية في شخصية الراحل، الرجل كان له أيادي بيضاء على كثير من الرجل، هذا له جوانب كثيرة، منها الأدبية ومنها الثقافية ومنها منها الإنسانية. لا ننسى أنه في تصريح في تويتر للوزير الإعلام الأستاذ سعد بن طفلة قبل حوالي أسبوع بأن أبو أصيل آلاف الطلبة أو آلاف اليتامى ينفق عليهم من ابتداء من جاكرتا من إندونيسيا إلى شرق أفريقيا. هذه الأشياء ما حد يعلمها، ما يتكلم عنها، لوح شوية في بعض التصريحات، قال هذا ما هو دعم للمدارس، تلميح، دعم للطلبة، وليس تلميح وليس تجريح، ذكر هذا الشيء يعني وليس تصريحا. أيوة، ما يعني ما صرح به، لكن الرجل كان داعم. قال الفنان يلمح جداً. القاري يلمح، الحن يلمح، قال ما يجرح، يلمح عن الأشياء هذه. لكن كان له أيدي بيضاء، يعني كان له أيدي بيضاء مع أهله، مع أسرته، مع مجتمعه، يعني كريم النفس، بيته مقصد الجميع، يرحب الجميع، أخلاقه العالية، حنينه للوطن. وبعد فوق هذا كله أنه يملك يعني موهبة شعرية، ويملك من الحافظة، يعني الوحيد الفنان اللي يغني من غير دفتر، من غير ما يشوف الجوال، يحفظ جيدا، يحفظ يعني. حافظته قوية جدا يعني جميل. كل أغاني اللي غنيها عن حفظ، وأغاني وناشيد يذكرها من حضرموت من صباح إلى الآن يذكرها شخصيا الآن، وما زال يتغنى وما زال يتغنى بها يعني. أستاذ رياض، أسألك عن الملحن. نعم. أبو بكر سالم، عن المسيرة الفنية لهذا الملحن، يعني هو قدم الكثير من الأعمال، ولكن يمكن تميز في أعمال معينة كملحن. أبغاك تكلمني عن شخصيته كملحن، كيف كانت ممتاز في مسيرته الفنية؟ نعم، ممتاز. عطفا على حديث الأستاذ محمد وما ذكره من حقائق عن أبو بكر سالم في الجانب الإنساني، أيوة في الجانب، وفي جانب شخصيته، ذكاء وعبقرية الطفولة التي عاشها أبو بكر سالم في تريم، دون كان سنه دون العاشرة. هذه مشهد بسيط يؤكد حقيقة معينة. الأديب العربي الكبير العقاد يقول أنه الذاكرة جذر الذكاء. نعم. والذكاء جذر العبقرية. أبو بكر سالم دون سن العاشرة كان جنب منزلهم في تريم جلسة دان حضرمي، والدان الحضرمي غنى باللحن وشعراء يلقون الأشعار على السجية وعلى الارتجال وعلى البديهة، والناس حاضرين. كان حاضراً استمر أبو بكر، حتى أنه أهله وأقاربه كانوا يقولون روح نام طفل صغير في السن، أيوة دون العاشرة كان سنه، وهو ما راح إلى أن قوضت حلبة الدان أركانها، وغادر الناس، هو غادر في الأخير مع آخر الناس، كان يستمع في الصباح. تفاجأ أهله أن أبو بكر يغني الدان الشعر، حفظ الشعر اللي في المساجلة من المرة الأولى، حفظه ويغنيه في الصباح. تنبهوا أنه في مواهب غير طبيعية، كيف حفظ الشعر من مرة واحدة سمعه أمس وصار يغنيه في اليوم الثاني؟ فهنا أدركوا أهله أنه هذا الإبن فيه مواهب كبيرة موجودة لابد أن تتفجر في يوم من الأيام. نعود لسؤالك أستاذ سامي بخصوص موضوع الحان وقدراته اللحن، هذه من 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 الصفات. نحن إذا بحثنا عن الصفات العبقرية عند أبو بكر سالم والقدرات الكبيرة التي قدمها هي ألحانه. صحيح. ألحان هذا العملاق كان يترجم هذه الألحان ويترجم معاني كلمات، إن كانت من كلماته أو من كلمات شعراء آخرين، كان يترجمها بالموسيقى وبالأنغام وبمقامات صوته التي تتدرج وتنزل تدريجيا من الأعلى إلى الأدنى بأسلوب لا يستطيع أن يقدمها أي شخص آخر أو أي فنان آخر. فكان يترجم ويمسرح الأغاني. كيف يمسرح الأغاني؟ نعم،
يمسرح الأغاني يعبر عن خذ مثال بسيط بس طبعا سريع. أتحدث أقول سريع بأسلوب تذوقي وليس موسيقي علمي. أغنية ما علينا ما علينا المقطع اللي يقول فيها رسينا يا شواطئ الشوق رسينا والأماني فوق فوق شوف المد في الواو فوق ورسينا برضو هنا فوق في المرة الثانية ورسينا عالية رسينا يا شواطئ رسينا والأماني فوق إلى آخر هذا المقطع لما يقول فوق شوف المد في الواو وكأن الارتفاع بالنغم الآن ما يعبر بالمعنى والمعنى فوق لكنه هو يرتفع ويسمو في الأداء في الأداء بحرف الواو المد في حرف يعني الواو في فوق يصور الأغنية بصوت نعم. يصور الأغنية بلحنه هو الفرق إيش أخذت هذه الأغنية الفنانة القديرة المعروفة أمال ماهر وهي فنانة ذات صوت رقيق ومتمكنة غنت نفس الأغنية ولكن عندما وصلت إلى رسينة لم تنطق بالكلمة بلحنها وبأسلوب أبو بكر سالم دعتها ركتها للكورال الكورال يغنوا رسينة وهي تأخذ اللي بعض وكأنها تحذرت وتلبت أنها قد لا تصل إلى مستوى الطبقي إلا وصل إلى هذا العملاق وهذا الكبير وهذا ذكاء طبعا من أمل ماهر ونباها منها وصلت كي لا تغرق في بحر هذا الفنان العملاق. فناننا الجميل عادل أنت يعني كان لك علاقة كفنان شاب بهذه القامة الكبيرة لما تتكلم عن هذه العلاقة كيف تحدثنا عنها عادل عن احتضانه للشباب احتضانه للمواهب الشابة الفنية؟ العملاق أبو بكر سالم كان هو يتبنى المواهب الشابة فأنا كان لي موقف معاه في نجم الخليج كنت أغني وكانت عنده روح الدعابة والنكتة فكان كنت أغني يا زارعين العنب فبعد ما خلصت الأغنية حب يعلق على صوتي طبعا بعد اللجنة فكان من 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 الناس اللي يعني أشاد بصوتي وأنا أعتز في هذا في هذه الحاجة والله يغفر له ويرحمه فقيدنا كلنا يعني صحيح. تسمعنا شيء عادل تختار لنا شيء كذا نختم به سريعا شوفني كما الطير له دوب شديد ويعيش فوق الشجر ما بين أغصانها رايح وغادي وتخبر العشق سل عن نشيدي وفني كل وادي وتخبر العشق مني والبواسق والسمر والقتاد بخير انت وانا بنلتقي في سعاد الصوت الجميل عادل حسين شكرا جزيلا لك استاذ رياض شكرا جزيلا لك ابو خالد على هذا الحضور لو تحدثنا كثيرا حقيقة لن نوفي هذه الشخصية الكبيرة حقها ولن نذكر سوى جزءا بسيطا جدا من هذه المسيرة العملاقة لهذا الرجل العملاق لهذه الأسطورة الفنية الكبيرة رحم الله أبو بكر سالم وشكرا لكم على متابعتكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام نعود للزملاء في دبي نعود لك زميلي علي شكرا سامي يعطيك العافية وشكرا أيضا على هذه التغطية التي نحاول أن نلملم جزء بسيط من قدر الراحل أبو بكر سالم وجزء بسيط من محبته لدى أهله وذويه ومحبيه في كل مكان رحم الله الفقيد